إذن بسم الله الرحمن الرحيم، في نسختها الثانية كتنظم جمعية الخير بشراكة مع جمعيات أخرى القافلة الطبية هذا اليوم، حيث وهي لفائدة طلبة المدارس العتيقة ليلتحقوا خلال الساعات الأولى من هذا الصباح. أول حاجة تلقوا الفحوصات الأولية قبل ما يتناولوا وجبة الفطور، وبطبيعة الحال هذه القافلة هذه هي تحت إشراف مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس العلمي والمندوبية وزارة الصحة. إذن كما قلت التحقوا طلبة المدارس العتيقة اليوم بهذه الضيعة البيداغوجية التي تنظمت فيها القافلة، والآن هما بصدد عند الأطباء اللي كيطوعوا هذا النهار هذا. كاينين أطباء، كاين طب العام وكاين التخصص كذلك بما فيه طب العيون، طب الأسنان وكذا الفحوصات الصدرية، ونتمنى إن شاء الله تدوز هذه القافلة هذه في أحسن الظروف اللي مرت فيها النسخة الأولى السنة الماضية إن شاء الله. معكم يحيى النصيري. اليوم جينا لواحد القافلة هنا فشتوكيت بها، قافلة أم حضار، جينا باش نحاولوا نوصلوا واحد رسالة لهاد الناس ديال الطلبة بالأخص أم حضار والطلبة ديال المساجد، الأئمة ديال المساجد اللي كاينين، لأن نوصل لهم يعني أشنا هي الإنترنت بعدا وكيفاش كيخدموا فيها وكيفاش يعني كتنفعهم في الحياة وكيفاش غيستغلوا ديك الإنترنت باش يمشوا بعيد في الحياه سواء المهنيه ديالهم كأئمة او كطلبه، كيفاش يستغلوها في الدراسه ديالهم في المسائل اللي كيديروها ان شاء الله. وبالضبط حاولنا نهضروا لهم شويه على يعني على حديث العصر دابا، شويه ديال التجاره الالكترونيه، شويه ديال كيفاش غيتعاملوا مع المواقع ديال التواصل وكيفاش غيستغلوها احسن استغلال ان شاء الله. في هذا اليوم المبارك وكما تشاهدون أننا نعيش أجواء ربانية بحيث جميع الطلبة يستفيدون من هذه التجربة المباركة التي أسندت إلى هذه الجمعية الربانية. فكما تعلمون أننا جئنا في مدرسة العتيقة إتعزة التي أسسها شيخنا العالم العلامة القطب الرباني سيد الحاج محمد البشواري رحمة الله عليه.